التابع تاع الوطن لوزاره الصدام كيفاش مع الاسره. فهنا جينا شفنا هذا المره كتشفتوا كمان معايير دوليه طريقه ديال التنزيل ديال المقاربه ديال الجسر استراتيجيه الوزاره بالرقمنه. فمني تجي الجمعيات ترصد واحد الحاله في الشارع تتواصل معها تجيبهم هنا للكاب باش يكون المقابله النفسيه الاستقبال ديالو تيكون التشخيص ديال الحاله الاجتماعيه وتيكون الاعلام ديال اللجنه العامليه باش داك الساعه كتدخل النيابه العامه على الخط باش لان النيابه العامه هي اللي كتعطينا القرار لي باش نحطوا الطفل في واحد المؤسسه الرعايه الاجتماعيه. وداك الساعه كيبدا البحث الاجتماعي تنقلبوا على العائله ديالو واش عنده الاسر ديالو. انا سمعنا راه كان واحد العدد ديال الاطفال اللي كانوا من مدن اخرى فتمكنوا يعني بالعمل ديال المجتمع المدني وديال التعاون الوطني مع العمل الاجتماعي في العماله قسم العمل الاجتماعي في العماله تنشكرهم تاشتغلوا باش كيردوا هاد الوليدات للعائله ديالهم. الا ما عندهمش الاسر كيتحطوا في مؤسسه الرعايه الاجتماعيه في انتظار باش نشوفوا واش غادي يدخلوا للتمدرس نشوفوا مثلا الفرصه الثانيه. فاذا هذا واحد الجهاز مندمج اللي بقى واحد الحلقه اللي هي ديال الاطفال اللي تتكون عندنا واحد الصعوبه فين غادي نديرهم. ولهذا راكم سمعتوا كنشتغلوا بتشجيع ايضا مع السيد رئيس الحكومه كنشتغلوا على خلق لاجونس او وكاله حمايه الطفوله في وضعيه جد صعبه هي اللي غادي تكون يعني الاطفال اللي عندهم وضعيه خاصه ما غنقدروا نديروهم لا عند اسره لا فهما كنتكلفوا بهم على ما لقاو لهم واحد الحل اللي هو اما اننا نديروهم في اسر الاستقبال حنا كنشتغلوا على اسر الاستقبال او نحطوهم في مؤسسه ديال الرعايه الاجتماعيه اللي كيكون طبعا داك الساعه تتبع ديالهم وكتكون عندهم اسره محتضنه او متتبعه ديالهم. فاذا هذا هو المشروع الثاني اللي جينا به ديال 2023-2025 ديال البرنامج التنفيذي لتنزيل السياسه العموميه المندمجه. ومره اخرى تنشكر جميع الفاعلين وبالاساس اللجنه العامليه على راسها السيد العامل وتنشكر ايضا المجهودات اللي كتقوم بها سمو الاميره الجليله لاله مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل. فاذا هذه منظومه متكامله في بلادنا وتنشكر جميع المتدخلين لان هذه السنه 2023 الهدف ديالنا هو صفر طفل في الشارع والله يقدرنا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. عزيزه اميره مندوب اقليمي للتعاون الوطني بعماله سلا. زياره الوفد الوزاري المكون من السيده وزيره التضامن والاندماج الاجتماعي والاسره بالمغرب والسيده وزيره التنميه الاجتماعيه والاسره بدوله قطر الشقيقه والوفد المرافق لهما كان هذا النهار على هامش اعاده واستئناف العمل بمركز المواكبه لحمايه الطفوله بعد عمليه ادماجه الشامله حتى ينسجم وفلسفه واستراتيجيه جسر لوزاره التضامن والاندماج الاجتماعي والاسره في حلته الجديده. بطبيعه الحال هذا المشروع هو ياتي استنادا على مرتكزات اساسيه كما تعلمون لعل اهمها واسمها هي التوجيهات الملكيه في مجال النهوض بالطفوله واليات ادماجها وكذلك الدستور 2011 الذي اعطى حمايه الطفل واقره كحق دستوري وهناك كذلك النموذج التنموي الجديد وتحديدا على المستوى المجال ديال عماله سلا هناك احداث اللجنه الاقليميه لحمايه الطفوله والتي احدثها السيد عامل الاقليم. وهنا لابد ان افتح قوس وللامانه يعني انوه بالدعم اللامحدود للسيد عامل العماله والطواقم العامله تحت امرته وتحديدا قسم العمل الاجتماعي خاصه على مستوى المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. فكما تعلمون هناك تقاطع بين عمل التعاون الوطني وقسم العمل الاجتماعي. المركز يعتبر مكون مكونات الجهاز الترابي لحمايه الطفوله بالاضافه الى اللجنه الاقليميه لحمايه الطفوله وبالاضافه الى اللجنه الدائمه الكتابه الدائمه لهذه اللجنه. بطبيعه الحال هناك نقطه لا يمكن اغفالها وهي اشراك المجتمع المدني في هذا المشروع المجتمعي. النقطه لابد من الاشاره اليها هو ان هذه اللجنه اللي هي تعتبر يعني من مكونات الجهاز اللجنه الاقليميه لا تضم في عضويتها كل القطاعات وكل الفاعلين وكل المتدخلين في مجال الطفوله بما يضمن دعم وسيروره وسلاسه الادماج بالنسبه للاطفال في وضعيه صعبه. زياره ديال السيده وزيره التنميه الاجتماعيه والاسره لدوله قطر كما تعلمون هناك
علاقة وثيقة يعني بين الدولتين الشقيقتين. وهذه الزيارة تأتي في إطار يعني تبادل الزيارات بين الدولتين لتبادل التجارب في المجال الاجتماعي، وكما سمعتم يعني حتى بالنسبة للمداخلة ديال معالي وزيرة التنمية الاجتماعية لدولة قطر، فهناك نوع من التقاطع والتشابه في مجالات التدخل لفائدة الطفولة في وضعية صعبة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.